السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال اخوي؟ الحمد لله طيب. شو اسمك؟ سالم احمد. يا استاذ سالم، انت متابع للبطوله؟ لا اول مباراه لي. اول مباراه. طيب المباراه الاولى مين توقعت انه كان يفوز من الاداء؟ لا بصراحه البرازيل. البرازيل يعني فريق سامبا. طيب توقعت نتيجه 1-0 ولا كان توقعت نتيجه ثانيه او التعادل بيجي؟ لا انا توقعت تعادل من بعد فرصتين في الضاعت. بس ضاعت. اوكي شكرا لك. السلام عليكم. السلام. شرفنا باسم الكريم. فهد اليوم. والنعم فهد. يا استاذ فهد، الحين انت متابع للبطوله هذه ولا ما انت متابع؟ متابع للبطوله هذه ولا ما انت متابع؟ والله ماني متابع حواجز. يعني المباراه الاولى مين توقعت انه كان يفوز؟ هذه المباراه اللي قبل شوي الفريق الاصفر البرازيلي. اوكي طيب من الاداء فريق دريم تيم توقعت انهم يجيبون تعادل ولا تنتهي 1-0؟ صراحه توقعنا نجيب التعادل لان كان في ضغط شوي من الفريق الاسود، لكن ما حالفهم الحظ. حلو ما حالف الحظ. طيب الحين المباراه الثانيه بين المفلح وبين كتيبه ابناء خضير، مين تتوقع يفوز؟ اتوقع المفلح. كم النتيجه؟ 2-0. 2-0. اوكي يعطيك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال اخوي؟ الحمد لله بخير. شرفنا باسمك الكريم. عمر الخواري. يا استاذ عمر، انت مشارك في البطوله هذه ولا ما انت مشارك؟ لا ماني مشارك ابد. لا كبار ولا صغار؟ لا كبار ولا صغار اقول. لا ولا كبار ولا صغار. حلو. طيب اذا الحين انت في المباراه اللي قبلها مين توقعت كان يفوز؟ المباراه اللي قبلها كنت اتوقع شو اسمه السامبا وفازوا، ربي وفقهم وفازوا. طيب اوكي فريق دريم تيم توقعت انهم يجيبون تعادل ولا ما توقعت؟ كانوا قريبين من التعادل بس ربي ما وفقهم وتعادلوا. اوكي حلو. طيب الحين المباراه الثانيه بين فريق المفلح وفريق ابناء خضير، مين تتوقع النتيجه؟ كم تتوقعها يعني؟ والله ما ادري، دوري الاربعه دوري كبير واللي بيشد حيله ان شاء الله يفوز. طيب انت بالاسماء واللي تشوفه والتشكيله تشوف مين تتوقع يفوز؟ عطني نتيجه. اتوقع فريق مجري. فريق مجري. اوكي شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ طيب. طيب حالك؟ بقول لك اشرفني اول شيء باسم الكريم انه في اسئله راح توهق اكيد. اشرفني باسمك. نايف عبد الله جاز. والنعم يا استاذ نايف. الحين انت اول اذكر انك كنت من اللجنه. اتوقع انك كنت من اللجنه اذا ما خاب ظني. اذا الحين ايش رايك في البطوله في الموسم هذا؟ بطوله دوره الفقيد الاستاذ سليمان. والله هذه اول مباراه احضرها، اول يوم احضر لاني ما كنت موجود. بس زي ما شايف ان البطوله ان شاء الله تكون ناجحه ونتمنى النجاح لكل البطولات اللي تقام بنادي القادسيه. اوكي طيب الحين من توقع يوصل النهائي ويقابل سامبا، فريق ابناء خضير ام فريق المفلح؟ زي ما قلت لك انا اول مباراه احضرها اليوم فما ادري عن مستويات الفريقين، اتمنى التوفيق للفريقين. طيب بس انت تعرف لازم تعرف لعيب هذا المغربين عليك، يعني مين توقع من اللعيب هذا يوصل الفريق او ينجح الفريق للنهائي؟ والله اتمنى الفالح عشان اخوي معاهم، بس الله يوفق الفريقين وان شاء الله نتمنى نشوف مباراه حلوه. تشرفنا بك اخوي. العافيه.